إلى ليبيا، حيث وضع البرلمان الليبي ثقته في فتح باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق سابقا من أجل تشكيل الحكومة، منفتح باب الخلافات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة له ويسمي الخطوة بمؤامرة المجلس الأعلى للدولة. نناقش خطورة هذه الخلافات على ليبيا لكن بعد متابعة هذا التقرير. بعيدا عن التوقعات، وضع البرلمان الليبي ثقته في وزير داخلية حكومة الوفاق سابقا فتحي باشاغا في خطوة اعتبرت مفاجأة في التوقيت وفي الاختيار، فبالقياس الزمني لا يزال الليبيون يتجرعون مرارة فشلهم بعدم نجاحهم في عقد الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وعن الشخصية المختارة، يعتبر اختيار باشاغا من برلمان طبرق أمرا مفاجئا للمتابعين، وعلى الرغم من ذلك استقبل باشاغا الثقة باستعداد كلي، دعا معه كل الليبيين إلى دعمه معتبرا أن التوافق بإعطائه الثقة تاريخي باتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وفي ضوء الحديث عن الدعم، توالت الاختلافات والتصادمات التي يأتي في مقدمتها رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم سلطته إلا لحكومة منتخبة، مسميا الخطوة بالمؤامرة الهادفة لتمديد بقاء المجلس الأعلى للدولة في البلاد. وحتى في المجلس الأعلى يغيب التوافق على باشاغا باعتراض 54 عضوا على إجراءات سحب الثقة من حكومة الدبيبة ووصفها بالباطلة، فيما يؤيد 74 عضوا سحب الثقة وتسليمها لباشاغا. وعند المنازعات تحضر المخاوف الأمنية، وهذا ما عبرت عنه اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بأن جهود السلام معرضة للانهيار بسبب خلافات السياسيين الحالية، لذلك ربما تكون هي البوابة التي تعود بالبلاد خطوات إلى الوراء بسماع دوي الرصاص من جديد. ينضم لنا من القاهرة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور جبريل العبيدي. هي ظاهرة دكتور جبريل في ليبيا تحديدا، من كل شيء اثنان، حكومتان، برلمانان، رئيسان، فهل تعتقد بأنه سنعود إلى هذه القضية الآن بعد الخلاف السياسي والحكومة التي انتهى تكليفها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. دعني في البداية أعرج على تقريركم الذي بدأ بعديد من المغالطات ولعلها استخدامه للفظ فشل الليبيون في نجاح الانتخابات، وهذه غير حقيقة، يعني ليست حقيقة، لأن الليبيون ذهب أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي وسجلوا وأدلوا بأصواتهم. طيب من الذي فشل إذن؟ من الذي فشل؟ نعم دعني أكمل الفكرة، دعني أكمل الفكرة وأجبني من الذي فشل؟ كما نعم وأنا سأجيبك، دعني أجيب، أعطيني فرصة للإجابة. تفضل، تستطيع أن تبدأ. في اعتقادي نعم، نحن نعرف تماما بأن هناك تآمر دولي حدث على هذا الأمر بعد ظهور شخصيات جدلية خاصة في الانتخابات الرئاسية، ولعل التصريحات المسبقة التي قالها السفير الأمريكي وقالتها المبعوثة الأمريكية ستيفاني ويليامز التي سمحت بتأجيل الانتخابات بأعذار واهية رغم وجود القاعدة الدستورية. ولكن في الحقيقة الليبيون كشعب لم يفشلوا في الانتخابات، كان إرادتهم قوية، ذهب أكثر من 2.5 مليون شخص وسجلوا أسماءهم في الانتخابات رغبة في الانتخابات، فبالتالي الأمر ليس كذلك. طيب. ثانيا، عملية ما ذكرت، هل نحن أمام حالة تشظي وانقسام؟ هذا صحيح، نعم، يعني ولكن رغم أن الأجسام التي كانت دائما تتناطح هي مجلس الدولة ومجلس النواب، نراها هذه المرة في سابقة غير مسبوقة وفي اتفاق وتوافق غير مسبوق أنها اتفقت على شخصية واحدة وهي السيد فتحي علي عبد السلام باشاغا، فبالتالي أعتقد أن هذا توافق جديد يحدث حتى وإن كان الهدف الرئيسي منه هو تمديد لهذه الأجسام سواء البرلمان أو مجلس الدولة، لأن في إطالة عمر المرحلة الانتقالية هي إطالة لأعمارهم، وعملية نصف الانتخابات بمرحلة انتقالية جديدة هي
هي جزء من الاستفادة للطرفين، وأعتقد هذا سبب التوافق الحقيقي. أما أن هناك حالة انقسام، نعم هناك حالة انقسام، السيد دبيبة يرفض التسليم فيما ساقه السيد دبيبة من أنه لا يمكن تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، لماذا لا يجري أو يصار إلى الانتخابات حتى وإن تأخر موعدها؟ نعم، ولكن كان هناك مطالبات أيضا بدستور حتى قبل هذه الانتخابات، يعني دائما هناك أولويات. الوضع حصل في العراق، الآن الحكومة انتهت ولكنها تسير أعمال، سيعاد بعد الانتخابات وبعد نتائجها، الآن ستتشكل حكومة جديدة، لماذا القرار يأتي فرضا على الليبيين بأنه لابد من حكومة وبشاغة الذي ذهب إلى الشرق يأتي رئيسا لها؟ ما رأيك؟ لا لا، هذه قراءة خاطئة. لا، الصحيح أن أولا السيد دبيبة يعني أعتقد أنه يعيش خارج الواقع السياسي أو المشهد السياسي الليبي، والرجل مغيب أو يريد أن يكون مغيبا. يعني حكومة السيد دبيبة المسمى حكومة الوحدة الوطنية جاءت بمنح الثقة من البرلمان، وجاءت أيضا بنص التكليف بأنها تنتهي يوم 24 ديسمبر في عام 2021. فبالتالي هو يعلم تماما بأنه منح الثقة من البرلمان، وبما أنه وافق على هذه الثقة الممنوحة له من البرلمان وسعى إليها، عليه أن يقتنع بأن من يمنحه الثقة يحق له أن يسحب هذه الثقة. فبالتالي الحديث على أن يسلم لحكومة منتخبة، هل هو كان منتخبا؟ هل حكومة السيد دبيبة جاءت عبر انتخابات؟ هذا غير واقعي. فالحديث عن أنه سيسلم لحكومة، لن يسلم إلا لحكومة منتخبة، هذا أقبله من حكومة تكون في الأصل منتخبة. أما أن تكون الحكومة جاءت ضمن اتفاق سياسي وتريد لا أن لا تسلم إلا لحكومة منتخبة، فهذا انفصام أو تشيزوفرينيا سياسية. هو يقول أيضا أنه كان هذا الأمر في ضمن الاتفاق السياسي الذي وضعه على رأس الحكومة. على كل إن سأواصل معك، لكن لنتابع مصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قرار بتشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون انتخابات جديد موازن لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب. الدبيبة شكل لجنة مكونة من وزارة العدل، الثقافة، التنمية المعرفية والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال الرئيس وزراء ليبيا المكلف فتحي باشاغة أن بلاده شهدت توافقا تاريخيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعد إصدار قرار بتعديلات دستورية يحدد الآليات بشأن العملية الانتخابية وتشكيل حكومة بقرار وطني ليبي وبإرادة مواطنيها وبطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة. في هذه الأيام شهدنا توافقا تاريخيا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وقد تم تتويج هذه الجهود بقرار وطني شجاع بتعديلات دستورية تحدد الآليات والأجال بشأن العملية الانتخابية وتشكيل حكومة ليبية بقرار وطني ليبي وبإرادة الليبيين وبطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة. دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 دعت جميع الأطراف السياسية والأمنية في البلاد إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن والعودة للمسار الانتخابي. وأكدت اللجنة على وجود مخاطر حقيقية تهدد أمن واستقرار ليبيا، مشيرة إلى أن بناء السلام أصبح معرضا في أي وقت للتلاشي والانهيار. طيب، أعود إليك ضيفي من القاهرة دكتور جبريل. هناك أنت قلت بأن الليبيون لم يفشلوا، إنما كان هناك تدخلات خارجية. الآن التدخلات الخارجية إلى أي مدى قد تفشل تكليف باشاغة؟ لأن السفير الأمريكي على سبيل المثال يطالب بالعودة إلى العملية الانتخابية، وهذه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أيضا تقول تغليب مصلحة الوطن والعودة إلى المسار الانتخابي. ما رأيك؟ لا، في اعتقادي الرسائل الدولية بدأت تتبلور وتتضح منذ بيان الخارجية الروسية عندما أعلن بأن هذا حق أصيل للبرلمان، كذلك بيان البعثة الدولية وبيان الأمين العام للأمم المتحدة عندما ذكر ذلك، بأن ولكنه ركز على العملية الانتخابية ولكنه لم يرفض قرار البرلمان أو التوجه إلى حكومة جديدة. اليوم سمعنا أيضا كلام من السيدة ستيفاني ويليامز
أيضا يصب في هذا الإطار. لم نسمع من أي جهة رفضا مطلقا لما قام به البرلمان من تشكيل حكومة جديدة، خاصة وإن الجميع يعلم الآن بأن الحكومة السيد عبد الحميد دبيبة أو ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني هي ليست بوفاق وطني وليست بحكومة وطنية وخرجت عن مسارها. وأيضا هذه الحكومة متهمة بالفساد وبإهدار المال العام من خلال النائب العام وليس من كلام صحفيين. هي الآن ثلث وزراء هذه الحكومة في السجن، وزير الصحة في السجن، وزير التعليم في السجن، وزير الثقافة في السجن، العديد من المسؤولين في القطاع الحكومي في السجن نتيجة فساد مالي. هذا يشكل عبء كبير وضغط دولي بأن هذه الحكومة لم تعد مقبولة لا في الشارع الليبي ولا بحجم الفساد الذي تواجهه أمام قضايا أمام مكتب النائب العام وبتهم كبيرة جدا. ففي اعتقادي أن المجتمع الدولي بدأ يتقبل آلية التغيير، والدليل ما صرحت به بعض الدول. حتى السفير الأمريكي أنا اطلعت على تصريحه لم ينفي فيه ولم يرفض حكومة أن تكون هناك حكومة، إنما أشار إلى على الليبيين التوجه إلى الانتخابات، رغم أنني وبشكل شخصي أتهم السفير الأمريكي بأنه أحد شركاء الذين نسفوا العملية الانتخابية في ليبيا عندما ظهرت شخصيات جدلية مثل سيف الإسلام كانوا لا يرغبون في أن تكون ضمن المشهد، فكانوا من الذين سعوا إلى إفساد العملية الانتخابية بالسماح لبعض الشخصيات المتناطحة من مجلس الدولة ومن مجلس النواب أن تتخاصم على ما سمي بالقاعدة الدستورية إلى آخره من الأعذار التي سيقت على والقوة القاهرة التي تحدث عنها رئيس المفوضية. يعني من الناحية يقول هناك قوة قاهرة لا نستطيع إنجاز الانتخابات إلا بعد 14 شهرا، وها نحن الآن نسمع من السيد دبيبة بأنه يستطيع إنجاز الانتخابات في شهر 6 القادم. يعني هذا التناقض واضح وكبير مما يدل على أن هناك كانت تآمر في المرحلة الماضية. إلى أين سيقود هذا التجاذب السياسي؟ في 2012 كان هناك أول انتخابات حرة في ليبيا وانتخبوا المجلس الوطني، لكن في فترة من الفترات كان هناك ثلاث حكومات، الوفاق وأيضا حكومة الإنقاذ وحكومة في الشرق. بالتالي هل سيتكرر هذا السيناريو ويعود الليبيون ينقسمون بعدما وصلوا إلى تحقيق بعض المنجزات باختصار؟ لا، المشهد لم يكن كذلك في 2013 عندما انتخب البرلمان وخسر الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين مقاعدهم في الحكم، سعوا وتمترسوا خلف السلاح الذين والميليشيات التي أنشأوها في بداية الفوضى في 2011 ورفضوا أن يستلم البرلمان زمام الأمر، مما اضطر إلى البرلمان أن يهجر طرابلس ويذهب إلى طبرق، وكذلك الحكومة أصبحت مهجرة في طبرق وسيطرت بميليشيات الإسلام السياسي في طرابلس إلى يومنا هذا، وأصبحت تسيطر على أي حكومة تتواجد في طرابلس وتقع تحت ابتزاز هذه الميليشيات. طيب هل سيتقارب السيناريو أم أنه سيعود الليبيون يقتتلون مجددا الشرق مع الغرب وغيرها منه باختصار إذا ما استمر الجدال السياسي؟ لا أعتقد الجميع صعم الحرب، الجميع ذاق مرارة الحرب، فبالتالي لا أعتقد بأن ستكون هناك حرب قادمة، بل سيكون هناك معارك سياسية. نعم لا أنفي ذلك، ولكن لن تكون هناك حرب قادمة. لا بأس، معارك سياسية ربما يحتملها الليبيون. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي دكتور جبريل العبيدي، كنت معنا من القاهرة. فتحي باشا آغا المكلف بتشكيل حكومة جديدة، هل يفلح الطيار السابق بقيادة ليبيا إلى بر الأمان؟ متابعة.